التطبيق الثاني اللي هو سايفون بالانجليزي احنا بنلفظها بالعربي سيفون. اذا عندي هون ليكويد وهذا ليكويد له ارتفاع، بس انا مش قادر افتح، مش قادر احفر هون في هذا، مش قادر احفر في اي مكان في هذا لسبب معين، فجبت انبوب بدي اوصل السائل من هون، بدي اوصله للتانك هذا. هلا من ناحيه مبدئيه ما عندي مشكله انا انزله بالتانك هذا، ليش؟ من ناحيه مبدئيه انه هذا هون اعلى من هذا التانك، بس انا مشكلتي الاساسيه هاي النقطه اعلى من هاي النقطه، فلو حطيت الانبوب هذا بس هيك بهذه الطريقه ما راح ينزل ليكويد فيه. بص فلازم نعمل، لازم نعمله حتى يضبط معي، لازم يتحقق شرطين، تو كونديشن. التو كونديشنز هم ريجاردلس اوف هذا الارتفاع، بغض النظر عن الارتفاع اللي هون، لو سمينا هاي النقطة A وهاي النقطة B، أو حتى إذا بدنا نكون دقيقين هي النقطة هذه اللي هون نقطة B، A must be higher than B regardless of C، بغض النظر عن C. هاي الشرط الأول، والشرط الثاني the pipe must be full، لازم نعبي هذا الانبوب. اذا عبينا هذا الانبوب الان، اي هذا الليكويد اللي هون، الليكويد اللي هون، وعبينا هذا الانبوب هون، رح يصير عندنا بامكاننا يصير، لانه الان الهيد اللي هون بلغي الهيد اللي هون، فصار الهيد الفعلي هو الارتفاع من هون لهون. ونفس الشيء الان اذا طبقنا للقانون، اذا بدنا نطلع السرعه هون تبعت في بي، راح تصير عندي في بي، اهملت انا راح اعمل الان هون في اي، السرعه اللي هي الانخفاض اللي موجود هون، فحرا الاقي عندي هون انه اتش اي زائد في، اذا بدنا نحطها اي سكوير نص، هذه على جي مش هيك، بريشر اي على رو جي بتساوي اتش بي نص بي بي تربيع على جي زائد بي بي على رو جي، راح يصير عندي اتش اي واتش بي، فبقدر احط هون اتش اي ماينس اتش بي، راح اعمل لي بريشر هون، راح اعمل لي بريشر هون. هلا بصير بالنسبه للسرعات، خلينا نشوف هو في الكتاب ايش ماخذ السرعات. ممكن تسويها دكتور عشان الفلو نفسه، الفلو نفسه، فهلا هو المفروض فعليا هو مخلي في 2، فمعتبر انه في 2 من هون، يعني ماخذ في 2 اللي موجوده هون، مخلي في بي اللي موجوده هون مخليها، ولابن في اي اللي موجوده هون، معتبر انه هاي هي سرعه الليكويد اللي موجود هون، بس هو فعليا رح يكون في سرعه للفلويد هون. انا رح امشي زي ما امشي الكتاب، حتى لو ما اتفقناش 100% معه، رح اخلي هذه من هون هيك، وراح اخلي هذا الجزء موجود هون، وهذه راحت هناك، فصارت عندي نفس تورشلي اتش بي ناقص اتش اي تساوي في بي تربيع على جي. انا السرعه هون ما بتهمني كثير، بهمني انه يصير في انتقال، انه يصير في فلو من هون لهون. لو اعتبرنا انه سرعه البايب في النقطه هاي سرعه الفلويد هون مساويه سرعه الفلويد هون، وقتها راح الغي، راح نلغي هذول الاثنين، فراح يصير عندي لا لازم يصير في عندي سرعه اعلى، يعني الفرق بالسرعتين من هون، راح نفترض انه هاي السرعه راح تتسارع بسبب الفرق اللي موجود في الهيد اللي هون، فبصير عندنا هاي اتش اي واتش بي، وهيك بقدر انقل الفلويد من هاي النقطه لهي النقطة. ايش لازم نعمل في البداية؟ نشفط، نشفط هذا، نشفط الانبوب هون حتى يتعبى. تمسك الانبوب هذا بتشفطه، بتسحب فيه لحد ما يتعبى الانبوب، بتمسكه عشان ما يطلعش منه الليكويد، بتسكر طرفه، بعدين بتسقطه هون وبتتركه، فراح يصير الفلويد يطلع من هون وينزل من هون. البوتنشال انرجي اللي كسبها هون راح تخسرها هون، بس البوتنشال انرجي من هون لهون راح تتحول الى كينيتيك انرجي في الفلويد اللي مار منه. اوكي؟ اطفي بالله.